واصلت اجهزه وزاره الداخليه جهودها للتصدي للجرائم التموينيه بكافه اشكالها، حيث تمكنت الاداره العامه لشرطه التموين والتجاره بالتنسيق مع فروعها الجغرافيه بمديريات الامن وقطاع الامن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع سلع منتهيه الصلاحيه. استمرار للجهود الأمنية التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية للتصدي للجرائم التموينية بشتى صورها، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن حملاتها في هذا الإطار. أسفرت هذه الحملات عن ضبط أكثر من 172 طن دقيق بلدي مدعم، قام المسؤولون عن عدد من المخابز البلدية ومحل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالقليوبية والبحيرة وشمال سيناء بالتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، وهو ما يعد استيلاء على أموال الدعم المخصص لها. ونجحت في ضبط قرابة 8 أطنان أرز أبيض وأكثر من 41 طن أرز شعير، قام مسؤول ومالك عدد من المخازن لتجارة السلع الغذائية بالقليوبية والشرقية وبني سويف بتخزينها لبيعها بأزيد من السعر المتداول وبأسعار السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. ونجحت الأجهزة الأمنية وفي إطار استمرار حملاتها للتصدي لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق في ضبط 45 طن مواد بناء بحوزة المسؤولين عن 3 محلات ومخزنين لتجارة مواد البناء بالمنوفية والشرقية وقنا، قاموا بتجميعها لبيعها بأزيد من سعرها المتداول وبأسعار السوق السوداء. كما تمكنت من ضبط نحو 52 طن أسمدة زراعية غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمنوفية وقنا والشرقية. ونجحت في ضبط 32 طن أعلاف حيوانية بمخزنين ومحل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالشرقية وبني سويف وسوهاج، تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة 35 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات أمنية بالجيزة والقاهرة. ونجحت في ضبط 49 طن ونصف مخللات ومستلزمات إنتاجها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاثة مصانع لإنتاج وتعبئة المخللات بالمنوفية والبحيرة، وضبط 30 طن ملح طعام وسكر غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بالجيزة وصاحب معمل ألبان بدون ترخيص بالغربية. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 25 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض وغير صالحة للاستخدام بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات بالشرقية.